بما اننا بنتكلم عن هذه المباراه، خلينا نروح من تونس مع دكتور جمال الجرحي، مدرب تونسي ومحلل فني. يكلمنا اكتر عن فريق اتحاد المنستيري وهذا الفريق اللي الكل الحقيقه بيشيد بادائه في السنوات الاخيره او في الموسم اللي فات تحديدا. كابتن جمال، ازاي حضرتك يا فندم وسعداء بوجودك معانا. مساء الخير كابتن اسلام. تصحيح فقط، جمال الحاجي طبعا مدرب ومحلل تونسي. مرحبا بك كابتن اسلام. اهلا بك. مرحبا بالجماهير الكبيره للاهلي المصري الفريق العالمي ولكل متتبعي قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا فندم. الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت الكل الكلام او عندنا هنا في مصر والاهلاويه كلهم بيتكلموا عن مباراة النادي الأهلي ضد نادي اتحاد المنستيري. شايف هذه المباراة ازاي؟ وبما ان حضرتك يعني الأقرب الى نادي المنستيري، قول لنا برضو ايه اللي بيحصل والامور ماشيه ازاي هناك؟ لعبوا، انا اللي انا عارفه ان هم لعبوا ماتشين وديين، ايه اللي حصل في هذه المباريات؟ هو بطبيعة كابتن اسلام قبل الخوض في هذه المباراة اردت ان اقدم بعض الارقام. مواجهة الأهلي ضد الاتحاد، تفضل يا فندم. ستكون المواجهة رقم 48 لفريق الأهلي مع الأندية التونسية. طبعا في 47 مباراة سابقة انتصر الأهلي في 22 مناسبة وتعادل في 15 وانهزم في 10 مرات، سجل 49 هدف وتلقت شباكه 35 هدف. طبعا قدوم ومرور الأهلي دائما مع ومباراته للأندية التونسية يعتبر حدث هنا في تونس طبعا، والتنافس الكبير بين كرة القدم التونسية وكرة القدم المصرية لا تستحق لأي تقديم. طبعا مباراة أنا أعتبرها ليست ككل المباريات، لأنه تعودنا أن نشاهد الأهلي يواجه الترجي أو النجم أو الصفاقسي التونسي. هذه المرة سيواجه فريق طموح جدا اسمه الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري هو فريق عريق في تونس، تأسس منذ سنة 23، من سنة 1923 أنجب عدة لاعبين ومدربين معروفين، أبرزهم طبعا قيدوم وشيخ المدربين الأفارقة والعرب فوزي بنزرتي. طبعا الفريق يعيش حدث مهم جدا، أولا بترشحه لأول مرة لمسابقة أبطال إفريقيا، أول مرة الاتحاد المنستيري يتواجد ضمن هذه المسابقة العريقة. ثم الحدث الأبرز حسب اعتقادي هو ملاقاته أحد عمالقة القارة الإفريقية ألا وهو الأهلي المصري. طبعا المدرب السربي داركو نوفيتش تحدث كثيرا على هذه المباراة وقال أن مباراة الأهلي في حد ذاتها حدث، والأهلي فريق قوي وعريق، لكن أنا سأحدثك على الاتحاد المنستيري خاصة في السنتين الأخيرتين. نعم. قدم مردود طيب جدا على مستوى الدوري المحلي التونسي، وكان صاحب المرتبة الثانية بعد عميد الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي، وبهذا الترتيب مع آنذاك مع فوز المنزرتي يتواجد لأول مرة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. له عدة لاعبين متميزين تو نذكرهم، لكن هناك خصوصية في الاتحاد المنستيري ونجح فيها رئيس الاتحاد المنستيري والهيئة المديرة وإدارة الاتحاد المنستيري في السنوات الأخيرة، وهي الاعتماد على نجوم بين قوسين أفلت، نجوم كرة قدم تونسية أفلت يأخذها أو ينتدبها الاتحاد المنستيري ينفض عليها الغبار لتقدم مستويات كبيرة، أبرزهم طبعا إلياس الزلاسي اللي التحق بالمصري البورسعيدي. نعم، كان من أبرز ونجوم الاتحاد المنستيري رغم مروره الباهت بالترجي الرياضي التونسي، وقدم سنة رائعة مع المصري الحقيقة. طبعا هو لاعب مهاري جدا في الموسم الفارط. أيضا يوسف العبدلي أبرز المهاجمين في كرة قدم تونسية التحق بالأهلي السعودي هذه السنة، رغم تسريح هؤلاء النجوم إلا أنه الاتحاد المنستيري انتدب نجوم جديدة، وسأدخل في الموضوع مباشرة وأعطيك أبرز الأسماء التي ستواجه الأهلي على مستوى محور الدفاع. هو هناك اللاعب الإيفواري عثمان وتراء ومحمد الصغراوي من أبرز اللاعبين الشبان في كرة قدم تونسية، لاعبين ممتازين على مستوى محور الدفاع.
في الوسط ابرز الاسماء يوسف اومارو اللاعب الدولي النيجيري من النيجر، واللاعب حسام تقا لاعب المنتخب الاولمبي التونسي. في الهجوم هناك كتيبه من اللاعبين المتميزين، ابرزهم هيكل الشيخاوي المتكون في البرتغال وقدم موسم فارط متميز جدا، هو لاعب قصير لكنه مهاري وسريع ويحبث الاختراقات واللعب في البوكس. واللاعب العائد اللاعب الدولي سابق ولاعب الترجي والمتكون في المانيا لاعب هيرتا برلين وعده انديه المانيه انيس بن حتيره، سيشكلان الهجوم بالنسبه للاتحاد المناسيري. طبعا هذه ابرز النجوم الى جانب زياد العلوي وغيرهم سيكونون في مواجهه الاهلي. طيب طريقه اللعب اللي بيلعب بها الاتحاد المنستيري خلال الفتره الاخيره، هل من الممكن ان نرى طريقه مختلفه؟ من المعروف ان الاتحاد المنستيري بيلعب بشكل قافل بشكل جيد وبيلعب على الهجمات او الكرات الطوليه من تحت لفوق، هل ده ممكن يحصل مع النادي الاهلي ولا ممكن نجد تغيير في طريقه واداء الاتحاد المنستيري بما ان النادي الاهلي او هذا الدور بيلعب على مباراتين؟ طبعا اتحاد المنستير مثله مثل الاهلي في الحقيقه، الوضعيه متشابهه لانه يعيش فتره انتقاليه بعد استقدام المدرب السربي داركو نوفيتش المدرب السابق لوفاق ستيف، وسوف نتحدث عن هذا المدرب في مواجهاته مع الاهلي المصري. في الجانب المقابل المال الاهلي المصري العملاق المصري عملاق كره القدم الافريقيه اليوم في فتره انتقاليه حسب رايي انا الشخصي، بعد الاستغناء على الجنوب الافريقي الذي نجح في الحقيقه مع الاهلي، اليوم فتره اخرى مع المدرب السويسري مارسيل كولر. طبعا يجب كما كنت استمع اليكم كابتن اسلام شاتر، يجب ان يصبر اهل جماهير الاهلي على هذا المدرب العالمي مارسيل كولر، لانه في فتره انتقاليه في الحقيقه. هنا اريد ان اشير الى انه يتواجد ضمن الاطار الفني الذي استقدمه السويسري مارسيل كولر انيس الميكاري اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي الذي يعني يطلع بخطه قراءه المباريات وتحليل المباريات، هو يعرف جيدا خصوصيه كره القدم التونسيه. اعود للاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري في الحقيقه كابتن اسلام بوجه جديد ومغاير لما كان عليه مع نسخه فوزي بنزرتي، اليوم مع داركو نوفيتش هذا السربي الذي يحترز كثيرا عندما يواجه الانديه الكبرى الافريقيه وخاصه الاهلي، ويعتمد طبعا على غلق كل المساحات، يعتمد على المقاربه الدفاعيه كمقاربه اساسيه في التنشيط الدفاعي والهجومي بالنسبه للاتحاد المنستيري. لكن حذاري، الاتحاد المنستيري له لاعبين يمتلكون مهارات قويه وفنيه كبيره على مستوى سط الميدان قادرين على تسريع الهجمه، وهو ما يعتمده داركو نوفيتش في الايام الاخيره وخاصه في المباراه الاخيره امام الترجي التونسي التي انتهت بالتعادل هدف لهدف. هو يغلق كل المنافذ، يتكتل دفاعيا، وعند استرجاع الكره يتم تحويل الكره نحو الهجوم بطريقه سريعه جدا ومدروسه خاصه على الاطراف، لا سيما وانه يمتلك مهاجمين لهم من الخبره ولهم من السرعه ومن الفنيات لمباغته دفاعات المنافس. طبعا امام الاهلي سوف يكون محترز، سوف يتكتل على مستوى خط الدفاع، سوف يغلق كل المساحات على مستوى خط الوسط، ويعتمد على الهجمه المرتده السريعه باقدام لاعبين مهاريين خاصه حسام تقاء وأمارو في وسط الميدان، وكما ذكرنا هيكل الشيخاوي الذي يحبذ الاختراقات الجانبيه والدخول للبوكس ويحبذ المحاوره الفرديه. طبعا كابتن اتحاد منستيري على ارضيه ميدانه سيلعب كل حدوده وسيكون طيب. بما اننا بنتكلم عن فريق في النهاية هو فريق جيد جدا ورائع وهايل وكل حاجة، ولكن في النهاية أكيد كل فريق له نقاط قوة ونقاط ضعف. أهم نقاط الضعف اللي موجودة، يعني حضرتك كنت دلوقتي بتكلمنا عن نقاط القوة اللي موجودة في الاتحاد المنستيري، أيضا عايزين نعرف إيه أهم نقاط الضعف اللي موجودة في هذا الفريق؟ طبعا هنا أتحدث نسيت أيضا الحارس الدولي الممتاز بشير بن سعيد حارس المنتخب التونسي الذي يلعب دور مهم في التنظيم الدفاعي. أتحدث الآن على نقاط ضعف المنستيري. طبعا ابرز نقاط الضعف هي انه اللاعبين المتواجدين حاليا مع النجوم اللي ذكرتها هناك لاعبين يفتقدون للخبره، ثم انه المجموعه المتواجده حاليا
لم تستوعب لحد الان الطرق والافكار الخططيه بالنسبه لل. بس خليني اقول لك ان ده هيبقى على الطرفين، لانه نفس الكلام بيحصل برضو مع مارسيل كولر ما بقالوش شهر، ودراكوفيتش برضو اعتقد ان هو جاي بعد نهايه الموسم السابق برضو ما بقالوش كتير يعني. لا هو في الحقيقه كابتن اسلام المقارنه للتجوز لانك تتحدث عن الاهلي، الاهلي فيه كوادر كبيره جدا، الاهلي فيه لاعبين دوليين في المنتخب المصري، حتى بدون مدرب هم يستطيعون تسيير المباراه، لكن انا اتحدث على الاتحاد المنستيري، طبعا فريق قدم مستويات كبيره، فريق محترم جدا، لكن يبقى الخبره خاصه بهذه المناسبات، نحن نتحدث عن الاهلي صاحب العشرة القاب، بينما نتحدث في المقابل عن الاتحاد المنستيري كثاني مباراه او ثالث مباراه له في هذه المسابقه. ولكن انا برضو وجهه نظري يا كابتن جمال في هذه الامور، يعني الواحد لعب مباريات زي دي كتير، انا وجهه طبعا نظري في هذه الامور انه المباريات دي 50-50، يعني النادي الاهلي بكل عراقته بكل لعبته بكل خبراته بكل جماهيره، لا ببطولاته الافريقيه بكل شيء، ولكن يظل الملعب 50-50، 50% هي نسبه فوز النادي الاهلي و50% هي نسبه فوز الاتحاد المنستيري. صحيح، تحليل منطقي جدا، لكن انا اتحدث على المقاربه على كونسيبت عند الاتحاد المنستيري. لا يمتلك ربما خبره في هذه الملقاءات الكبيره خاصه ضد فريق كبير مثل الاهلي، وقدوم داركو نوفيتش، لماذا انا محترز قليلا؟ لانه داركو نوفيتش مع وفاق ستيف، اتذكر في مباراه مصر والهزيمه الثقيله انذاك برباعيه امام الاهلي، ثم تعادل في الجزائر هدفين لهدفين. والطريقه التي اختارها داركو نوفيتش، هو محترز جدا، هو مدرب لا ليس جريء بأتم معنى كلمة كرويا، لا يجازف كثيرا على مستوى الهجوم. على كل، أنا أبرز نقطة ضعف شاهدتها هنا، أتحدث كمدرب وأتحدث فنيا، هو وقت عندما يفتقد الاتحاد المنستيري الكرة ويكون في حالة عدم توازن، وفي هذه الحالة يوجد عديد المساحات الفارغة التي ربما يستغلها الفريق المنافس، وهنا نتحدث عن الأهلي، في تسريع الكرة أو في البناء الهجومي. ثم أن المشكل الثاني للاتحاد المنستيري هو عندما يساعد الفريق المنافس البروك أو الكتلة الدفاعية أو كتلة الاسترجاع كرة، عندما تكون متوسطة أو عالية تخلق الكثير من المشاكل للاتحاد المنستيري، هو فريق يخير التكتل الدفاعي البلوك المنخفض، التكتل الدفاعي المنخفض، ثم بناء الهجمة في ظهر المدافعين. طبعا هنا منتظر أن الأهلي سيكون متقدم على حساب الاتحاد المنستيري، وسوف يأخذ المبادرة على مستوى التمركز اللاعبين، وهنا داركو نوفيتش سيحاول البحث على المساحات الصغيرة التي سيتركها دفاع الأهلي لمباغاة محمد الشناوي. طبعا كما قلت كابتن 50-50، لأنه هناك عدة أسباب أخرى غير التكتيكية، أبرزها الملعب، ربما الأهلي غير متعود على اللعب في ملعب صغير مثل ملعب المنستير. نعم مظبوط، إذا هذه هي كل ما يخص اتحاد المنستير. أنا بشكرك جدا يا كابتن جمال الحجي، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذا الشرح زي ما حضراتكم شفتوا.